وبركاته. باسم من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه. سجد الجميع لعزته وركع الراكع لخشيته ودعا الداعي دعاه يرجو رحمته وجنته انه الله العلي الكبير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدنا. صلاة وسلاما على سر الأسرار ونور الأنوار ورحمة الله العزيز الغفار. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وسلم تسليما كثيرا. لمعة القبضة الربانية أفضل الخليقة الإنسانية أعظم صورة جسمانية شجرة الأنوار الاصطفائية بل وانعقد النبيون تحت لوائه. إمام حضرة رب العالمين والذي بيده لواء الشفاعة يوم الدين القائل البخيل من يسمع ذكري ولم يصلي عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك وعلى آلك الذين ظهرت كرماتهم وشمس ليس دونها شعاع. كلما ذكر الله ذاكرا ودعا الله داعه. فأنت خاتم النبيين والمرسلين وإمامهم عند الاجتماع وأنت خطيبهم إذا وفدوا إليك عند إجابتهم بالامتناع. ولك المعجزات العظمى فمن شفي بريقك الشريف كثيرا من الجرحى وبقليل من الطعام أطعمت كثيرا من الجياع. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام على نفس الطريق نمضي لنتخذ من تلك الليالي القرآنية التكريمية منطلقا لمصافحة القلوب والآذان. هيا بنا إلى كلام الرحمن. هيا بنا لنعيش مع رائعة من أروع روائع المصحف المجود مع ذلكم العلم القرآني الكبير ألا وهو قارئنا ذاك المعدن الأصيل والصوت الجميل والخلق النبيل وفخر قراء محافظة الشرقية أهل الخير والخلق والمزية. تعالوا بنا لنعيش ونتدبر آيات القرآن بخير معية مع ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ صبحي حسني صالح والذي أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة لكي يمتعنا بدقة آدائه وجمال صوته فليتفضل فضيلته مشكورا وبإذن الله العلي القدير مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات
طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا
الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر الله واسع عليم والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب
يعطي الحكمة من يشاء ومن يعطي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.
ويكفر عنكم من سيئاتكم. والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا.
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم والنار سرا علانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. فلهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما جاءه موعظة من ربي فما تأخر له
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات وإن كان ذو حسرة
كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هكذا اخوة الايمان والاسلام، لقد عشنا وعشتم وتعايشنا وتعايشتم مع هذه التلاوة القرآنية النورانية المباركة العطرة والتي تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ صبحي حسني صالح والمقيم بميت حمل. أيها السادة، تنقل هذه الليلة عبر أسير الموجات الصوتية والإنارة تحت إدارة الباشمهندس حمادة عبد العزيز والمقيم بعرب الرملية. تنقل ايضا هذه الليلة من داخل قبرى قصور الضيافة المتنقلة عبر المراكز والمحافظات تحت ادارة الحاج فتحي صابر والمقيم ايضا بعرب الرملية. شاكرين ايضا اصحاب الاداء المتميز والخدمة الفندقية الراقية والممتازة تحت ادارة المتر محمود صابر والمقيم بالتل الكبير. شاكرين ايضا المنسق العام للتلاوات القرآنية وحافظ التراث تحت ادارة المهندس ناصر صلاح وعملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اتقدم باسم واسرة عائلات آل الجميل الكرام هؤلاء الرجال الاعلام اصحاب الادب والواجب والتقدير والعرفان في كل مكان. اتقدم باسمهم جميعا ببرقية شكر وتقدير الى كل من اتاهم وواساهم وشارتهم واجب العزاء في فقيدة العائلة الكريمة رحمة الله عليها. اسألك ربي ان تيمن كتابها وان تيسر حسابها انك على كل شيء قدير. يا سادة، شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواء.